وين ما كنتوا مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا دايما عبر الام تي في. طبعا امور كثيره شاغله اللبنانيين، خصوصا مرسوم التجنيس اللي عم ينحكى كثير عنه ويلي الكل بالانتظار اذا فخامه الرئيس رح يمضي ولا لا، مزبوط او مش مزبوط. هيدا موضوع طبعا بهم اللبنانيين. موضوع اخر هو انه كل مواطن بده يدخل مستشفى بده يدفع فاتوره الكهرباء، يعني بالحرب اللبنانيه ما صارت اليوم بدها تصير، كمان هيدا موضوع شاغل اللبنانيين، إضافة إلى التأنين بالكهرباء، إلى فاتورة الموتور يلي كمان عم بتكون غالية لأنه ارتفع سعر المازوت، وكمان فاتورة كهرباء لبنان يلي تعودوا الناس توصلهم بمبلغ معين، هالمرة عم بيلاحظوا إنه غليانة أكثر، وبالتالي في كمان جباية معدومة ببعض المناطق، وخايفين الناس ما توصلهم الفواتير بشكل فجائي لعدة أشهر مع بعضهم، وكيف بده يدفعوا كل هالمبلغ؟ كلها أمور بتعني اللبنانيين وبصلب حياته اليومية. وبعدنا نحن قاعدين ناطرين مين بده يعملوه وزير وكم وزير والحكومة. من المعيب جدا كل شيء عم بمر على هاللبنانيين، بطالة، فلس، تسكير محلات، منافسة غير مشروعة، أبسط أمور الخدمات بعدنا بنحكي فيها، وبعدنا قاعدين ناطرين كم بدنا نوزر عالم، وكله بده يعمل وزير. نحن اللي بهمنا يكون الوزير بخدمة الناس، يريح أمور الناس ويكون أكيد معبي مكانه. ما بهمنا إذا كانوا 32 أو 30 أو 24، مش العدد مرات إنما النوعية. معلومة. معلومتنا لليوم واسمه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل جداول إصدارات العام 2018 بدءا من تاريخ 8/1/2018، ودعت جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه مترتب عليهم عن العام الحالي إلى الجوبات المختصين أو لدى دوائر التوزيع التابعين لها، أو لمن يرغب من المشتركين عبر مراكز طبعا هي محددة أونلاين وغيره. طبعا بالنسبة للمتخلفين عن تسديد بدلات 2017 وما قبله، أنذرت المؤسسة التحتائل لقطع المياه عنهم وتطبيق أحكام المادة 24 من نظام الاستثمار، ولكن تحسسا منها بالظروف الاستثنائية والاقتصادية اللي عم بتمر فيها البلد، عمدت إلى الإعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائد العام 2017 وما قبله بنسبة 90% خلال مهلة بتنتهي ب 31/12/2018، كما باشرت بتقسيط البدلات المتأخرة عن الفترات السابقة، وبالتالي ضمن مهلة أقصاها تاريخ 31/12/2018، وتأمل من المشتركين التجاوب مع هذا الإعلان وتسديد المبالغ المتوجب عليهم بدون تأخير. ويعتبر هذا الإعلان إنذار شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن. يعني طبعا المي بدها تاخد التعرفة السنوية، العداد له طريقة تانية، صاروا عارفين يلي على العداد كيف الطريقة، ولكن الأهم في ناس أخذ عيارات جديدة وبعد ما عندها مي، مثل ما حكيونا امبارح من تلال عين سعادة، في ناس لهم 12 يوم ما عندهم ولا نقطة مي، ما حدا بيعرف ليه. وبالتالي كلنا بنعرف انه السنة التأنين رح يكون أكثر من غيره، ولكن الستيرنت رايحة جاية بدون حسيب ولا رقيب، وبنسأل من أين لكم المياه؟ رح تبقى الأمور بهالفوضى. امبارح فخامة الرئيس جمع كل رؤساء مؤسسات المياه في لبنان، وكان الموضوع تأمين المياه. فما بتتأمن المي إذا ما كان في توزيع عادل، ما بتتأمن المي إذا ما كان في استراتيجية نحفظ المي. الناس بنعرف البيئيين ضد السدود، وشفنا السدود اليوم وين وصلت، يعني ناطرين ست بقعات ما بنعرف أي متى بيخلص، ست شبروح ما بنعرف إذا في مي ولا لا، وإذا في مي قديش عم يعطي. يعني هيدي عملية وكأن عم نرجع نبلش من الصفر. بهم المواطن اللبناني إذا عم يدفع فاتورته بده مي، هيدا اللي بهم. إن شاء الله على كل حال كلنا أمل. اتصالاتكم على 04-444-444 بياخد أول اتصال لليوم. ألو؟ ألو مرحبا. مرحبا، معك طليل عيد من عين الحلتة. إيه أهلا وسهلا فيك. امبارح صار في سوء تفاهم
مع الوالد حكى مع المستشارين خلطة انه اخذ كثير على اوراق السفر واوراق اللي عملتها عند المختار، فكان في صراحه سوء تفاهم او غلط من الوالد، يعني فهم الفكره غلط. نعم. بالنسبه للمختار، هو المختار اصلا ما طلب مني مصاري، رغم نعم. ان انا جبتهم من الكواني على الضيعه كرمال يظبط لي الاوراق، هو ما طلب مصاري، انا حطيت مبلغ وظلتني ماشي، يعني عرفت كيف؟ نعم. فالوالد فكر انه هو اني انا يعني هو طلب مني هيك، انا حبيت بس اوضح، وانا بتشكركم على هالبرنامج الحلو كمان. لا بالعكس، نحن لانه انا امبارح اول شيء ما اخذت الاسم، ثاني شيء قلت في مخاتير بتطلب، في مخاتير لا، واجمالا مخاتير اولاد الضيعه ما بياخذوا منهم، اذا كان غريب بياخذوا الرسم، هيك بعرف بالضبط. بس بكل الاحوال انا اهلا وسهلا فيك وبالوالد، وشكرا انك وضحت الموضوع، اهلا وسهلا فيك، لانه كرامه الناس وكرامه المخاتير نحن اكيد بنقدرها. اتصال اخر. الو، اهلا. بونجور. بونجور، كيفك مدام ريبيكا؟ نشكر الله. بدي احكي معك، عندي شكوى بخصوص المدارس الزودة، شو فيك تعاملينا؟ يعني ما عم بيقبلوا يسجلونا للسنة الجاي او يعطوا الكرنيات للتلاميذ لاولادنا الا ما ندفع الزودة، انا القسط يعني انتهيت منه تقريبا، وكان كل شيء مرتب ومنظم. والزودة ما فينا ندفعها. يعني صراحة لأن قوية. شو فيك تساعديني؟ شو فيك تعاملينا مشان المدارس؟ يعني الله يرضى عليك، إذا فيك تحكي مع أبونا المسؤول الراعي أو المسؤول عن المدارس الكاثوليك، إذا فيك تحكي معه أنت تتواسطي معه إنه ما تندفع الزودة، لأنه حالي كثير لا يوصلها، يعني عم ياخذوا كثير زودة. أخذوها من 3 سنين الزودة السلسلة، وقت حكيت معك تتذكري مرة كنت معك مقابلة من 3 سنين أبونا عذار. لمين العام؟ وحكيت معك على الهواء وقال لي شوفي مديرك اخذوها مليون ليره زوده، وهلا رجعوا ثاني مره اخذوا الزوده ثاني مره هلا، وبعد ما انمضت ما قالوا اقروها قديه. انت بتعرفي مدام هيدي المشكله بعدها عالقه للاسف، يعني الكل على بيقولوا كل على سلاحه، يعني المدارس عندها رايها، الادارات المدارس بقصد، عندك الأهل عندهم رأي، وعندك الأساتذة كمان، يعني نحن فايتين بدوامة، يعني غبطة البطرك الراعي مع كافة المعنيين تناولوها، وحتى حكي فيها بفرنسا مع ماكرون، يعني تصور وصلت قضية الأقساط المدرسية حتى لفرنسا. المهم اليوم ما في شيء جديد على الموضوع، بعد ما في حلحلة من مكان، ما فيش حلحلة، إن شاء الله هلأ هيدي فترة بتتحلحل الامور، بيلتقى حل للسنه المقبله ولكل حادث حديث. هلا ما عم يعطوك الكرنيه مثلك مثل كل المدارس، اجمالا بيقولوا يعني لازم تدفعوا معك حتى تاخذوا الكرنيه، خصوصا اذا كانوا الطلاب بدهم ينتقلوا من مدرسه لاخرى، اذا خلصوا دراستهم بالمدرسه بيروحوا جامعه او بدهم يغيروا المدارس، هون المشكله كبيره، ما بيعطوك الكرنيه الا او الافاده الا ما تكوني مسدده كل شيء. إن شاء الله تتحل حال على كل الصعد، يعني من كل الجهات، لأنه مش هيدا جو لبنان التربوي، مش هي ثقافة لبنان، ولا نحن بدنا نسكر مدارس، ولا بدنا نقطع بحقوق المعلمين، ولو بدنا نترك طالب نحمله مسؤولية مش مسؤوليته، يعني أنتوا الأهل عم تدفعوا ما عليكم وأكثر، والطالب مطلوب منه يدرس وينجح، وعلى البقية أنه نلاقوا الحلول. إن شاء الله خير، ما في قعدك، بقدر اقول لك ان شاء الله خير، لانه بعد الموضوع قيد الدرس، قيد المعالجه، قيد الحوار، ان شاء الله يكون في عقل واسع وراجح يقدر يستوعب هالموضوع وتكمل، يعني لان احنا بنفتخر بمدارسنا بلبنان، يعني اذا اقفلت المدارس مشكله كبيره. اتصال اخر. الو، بونجور. بونجور. مدام ربيكا، معك مواطنه من نيوراودا. ايه اهلا وسهلا. نحن مشكلتنا مشكله يا ست ربيكا بنيوراودا، يعني حرب تموز انحلت ب 33 يوم. قصه نيوراودا قصتها طويله. كل يوم والتاني الا شهر ونص مش جاي المي عنا، عنا عيال كل يومين 20,000 سترن، كنا دفعنا عيارين مي سنتين. هل يجوز نحن نيوراودا يعني محرمه علينا المي؟ اكيد لا. مدام انت بتعرفي قديش بهذا البرنامج بالذات قديش لحقنا، يعني ما تواخذيني، اذا كنت موظفه مي ما لحقت المي مثل ما لحقتها بنيو راودا ترجعنا امنناها، ومثل ما عم لحقها بكل المناطق، يعني مثل كانه ما شو بدي اقول لك،
بفهم المي قليلة، بفهم السنة ما كان في احتياط، بفهم، بس ليش وين رايح المي هدر؟ ليه ما في توزيع عادل لكل الناس؟ يعني صراحة أنا شفت مدير عام المؤسسة الجديد واتفقنا نلتقى حتى نحط كل هالأمور أمامه ونشوف كيف بدنا نلاقي حلول لهالمشاكل هيدي، يمكن في أمور ما عم يعرفوا فيها. بعرف إنه عندكم الستيرنات رايحة جاية، بس أنتوا ليه ما في انتظام مي بالتأنين؟ ما في حد عم بيقول عنده 24 على 24، يعني الأسبوع الماضي وقبله راس الدكوانة ما كان عندهم، هلأ أنتوا بعد ما أجت المي تلال عين سعادة 12 يوم ما عندهم مي، يعني ما بعرف كيف عم تتوزع هالمي. بفهم يوم إيه يوم لا، يومين إيه يومين لا، هو بفهمون، بس 12 يوم وشهر و15 يوم بلا مي هيدا شيء ما بيجوز. رح شوف، ارجع نشوف كيف بدها تتنظم عملية المي الموجودة حتى يعرفوا الناس كمان انه كيف بدهم يسيسروا امورهم، لانه المي لازم نحافظ على كل نقطة هالمرة، ما فيها نهدر مي اطلاقا. رح ارجع اشوف مدام مع المنطقة فوق ليش بنيو راودا بعد مش عم تنتظم المي. كمان اتصال. الو. الو مرحبا. مرحبا مدام ربكة، كيفي؟ نشكر الله. معك مواطن من بعلبي. ايه اهلا فيك. اهلا فيك. بدي اقول لك بالنسبه نحن اللي عم نحكي عنا عن المشاكل الامنيه كثير بالمنطقه. نعم. وهي شيء مضبوطة. نعم. الله ينعم عليك، بس في مشكله بدي احكي يعني بالنسبه لموضوع الدوله عنا هون. نعم. دوله عنا هون بس على العمار، عنا دوله من شيء ما في لا. بس هلا وزير الداخلية يقول 4 سنين موقف العمار عندنا وهم بعد بترخص الشيء ما عم ياكل الناس، ما حدا عم يشتغل. العالم قاعدي بس اذا شي واحد بنزل له شي خشبي شي حدا رباط بعلبة تحديد نحلة كل شيء شرقي بتلاقي درك على الحرك وصفه. مع انه وزير الداخلية كان سامح بال 150 متر وبتاخذوها من البلدية الاذن، وبالتالي محددة كمان كيف ال 150 متر يعني بتنعمل، وانعملت للأطراف يعني ما انعملت للمدن وجبل لبنان. هلا ليه واقفة ببعلبك ما بعرف. أنا هلا كمواطن أنا ما عندي بيت إلا عبر شمشتكم الكريم وصل صوتي. أنا نحن عندنا المنطقة أنا وفيكم تعملوا معركة تجوا وتصوروا بالمنطقة. انت بعلبك وتشوفه وتحكوا مع العالم، نحن عندنا الحركه الاقتصاديه الوحيده هو موضوع العمار. طيب انتم بقلب بعلبك يعني حضرتك من نفس بعلبك؟ اطراف بعلبك. اطراف اطراف بعلبك. شو اسم المنطقه او المنطقه شو اسمها؟ لا سائر المنطقه كلها فوق. حتى انتم تابعين لاي بلديه بعلبك؟ بلديه بعلبك. اوكي بعلبك. انا بحكي رئيس البلديه. هلا رئيس البلديه ما له يعني يعطي رخص تبع تطوين عمار، مش عم بيخلي الناس تشتغل. عمار ما يسمح العمار ما فيه من الداخليه، القرار عند الداخليه مش له. نعم. هلا 4 سنين هذا انا بدي اعزل الحدث. هذا السبب كمان في بيع اقتصادي بالمنطقه، المحلات المؤسسات كلها مسكره وعم تسكر وعم تنهار، المطاعم كل، لانه احنا العمار هو الحركه الوحيده اللي بيعت. انا وزير انا هلا قاطع ليك. انا صراحه رح احكي مع رئيس البلديه، بعرف الامن هلا نيه اكثر شيء ببعلبك مطلوب، بس كمان قضايا الناس الحياتيه اليوميه رح ارجع اشوف مع رئيس البلديه، وننطر كمان نرجع اذا رجع فسح مجال وزير الداخليه بموضوع الاستفاده من 150 متر. خليني اشوف يعني شو عم يعمل رئيس البلديه، اساله واعطيكم جواب حتى نشوف كيف بنقدر نعالج هيدا النقطه. اوكي، فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا وباخذ اتصال جديد. الو. بونجور مدام ربيكا. بونجور. انا ابراهيم نايف من دبقاع مسجد عنجر. ايه اهلا فيك. اهلا فيكي. انا مقاول لبناني بعمل مشاريع سكنيه وعلاقتنا كلها مع اولاد الدوله، بتعرفي اسكان الجيش والامن الداخلي والى ما هنالك. نعم. منافذ امنيه. نعم. كلنا سوا بنعرف شو صار بموضوع الاسكان. ايه مزبوط. طلع قرار 85 من حاكم مصرف لبنان بيقول ان الملفات اللي اخذين الموافقات مسبقه من المصارف وبالبروتوكولات المعتمده. شو هي البروتوكولات المعتمده؟ يعني اسكان الجيش او المؤسسه العامه للاسكان. هيدا القرار طلع شيء، بس تنفيذ على الارض ما نفذوه مدى. نعم. انا مواطن لي 3 مليار و300 مليون بالاسكان، عم بدفع فوائد صرت للبنك.
عم بدفع فوائد للناس، شكيتي بلشت ترتجع. طيب انا عم نفذ قانون، انا مشاريعي مقدمه قانونيه 100%، وطلع الخبراء كشف، خبير البنك اذا كشف، وتمنوا الشقه، واذا اسكان الجيش كشف ومضت على مصاريها العالم باسكان الجيش، اجت بدها تتحول والملفات طلعت بتجميد القرار. ما شو بعمل انا؟ وين بروح بحالي؟ سلمت العالم شققها، وهيدا اللي مسوي له شقه على ذوقه، وهيدا كذا. طيب شو الحل؟ دقيت على القصر الجمهوري تاخذ موعد من رئيس الجمهوريه، يضلوا يقولوا لنا ربع ساعه عم نحكيكم، ربع ساعه عم نحكيكم، ما بدهم يعطونا موعد من فخامه الرئيس. انا بدي ناشد عن عبر شاشتكم، بركي انت تساعديني مدام، معول على قائد الجيش. طيب هودي اولادك يا قائد الجيش، والاسكان انتم كشفتوا وحددنا. طيب بدي نفذ قانون، انا ما عم بطلب شيء مش قانوني، انا واحد من 1000 صاير فيهم بلبنان هيك 100%. طيب انا شو بعمل؟ اخترب بيتي، شكيتي عم ترتجع، شو بعمل مع العسكر؟ بشتكي عليهم، انا مضيهم على السندات، بشتكي عليهم بخرب لهم بيتهم كمان. وعلى كل حال العسكر تلفنوا، يعني الجيش تلفن كمان، يعني من الجيش اللي اخدين كمان تلفنوا، عم بيقولوا يا عمي طب نحن شو بنعمل؟ يعني كمان يلي اخد الشقه كمان هو بورطه، بس انتم اكثر، لانه مثل ما قلت وفي كتار مثلك. بس سؤالي، انتم ما عندكم نقابه؟ بفتكر في نقابه للابنيه يا ملقا. مزبوط مدام، استاذ الي سوما هو رئيس النقابه، او انا مغلطه ما بعرف، كنقابه تحركتوا؟ بلكي بتاخذوا موعد من فخامه الرئيس، من حاكم مصرف لبنان، بلكي اخذتوا موعد بشكل مش منفرد، يعني بشكل نقابه. مدام النقيب ما عم يتحرك، وما في مواعيد، ما بيعطونا مواعيد، ما بيعطونا مواعيد. انا جربت اخذ مواعيد من كل الناس، ما اعطونا مواعيد. انا بدي قائد الجيش هذا الامر هو بيحله، لانه هيدا بسكان الجيش. عندي شيء امن عام، انا بدي ناشد عبر شاشتك اللي وقع عباس ابراهيم. طيب انا طلع الخبير كشف ومضوا، ليش فرنسا بنك ما بده يحول الملفات؟ انا عندي 3 ملفات، عندي بسوسيتي جنرال مش بس فرنسا بنك. يعني خصوصا انه من بعد ما صار في اتصالات بالموضوع، قالوا كل شيء، كل الملفات يلي فيها موافقات مسبقه قبل 15 اذار ترجع بتمشي. وحتى رجعنا بعد ما صارت الاتفاقات، قالوا انه المصارف رح ترجع تعطي المؤسسه لهؤلاء، المصارف تلكئت والمؤسسه ناطره. هيدا هو الموضوع، انت كمان نطرتوا انه المصارف مثل ما وعدت تعطي، ما عطت، يعني ما هيك؟ مدام المؤسسه العامه للاسكان غير الاسكان العسكري. اي نو، بعرف عسكري، معك علاقتنا مع الجيش، معك ما لي بروتوكول، بده ينفذ لازم المصارف. انا ما لي بروتوكول، ما لي علاقه. مزبوط. وانا مضيت، ذنبك اذا ما معك مصاري، انا شو بتعمل فيه؟ بتزتني بالطريق؟ نعم نعم، صح ولا مش صح؟ لا 100%. ساعتين فرنسا بنك لما طلع الخبير كشف، انا ملفاتي قدمتها بشهر 11 ل 15/3 لازم يكون خالص الملف. ما هو لما يطلع الخبير مدام بالقانون، هاي موافقه مبدئيه من المصرف، لو ما في موافقه ما بيبعثوا الخبير. نعم. طيب ليش ملفاتي ما مشيت؟ كل يعني في قلنا، مثل الواحد بيقول في قلنا بالموضوع 100%. ان شاء الله الامر نعم ما بيعالجوا الا حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش. بقى ان شاء الله يكونوا على السمع، ونحن كمان رح نحاول نتواصل انه اقله يوصل لهم، لانه هيدي شغله ما بتخصك لوحدك، يعني موضوع الإسكان بخص كل شباب لبنان، فكيف يكونوا كمان القوى العسكرية اللي نحن كمان منجلهم ومنحترمهم، وهيدا كمان من حقهم مثل ما أنت من حقك كمان. يعني إن شاء الله بتنجلي هالقضية اللي ما فيه خير هاللبنانيين، لأنه كفينا. معك حق، معك حق. أهلا وسهلا فيك. اتصال آخر. مدام معك أنطوان حداد، أنا من بيت مري عم بحكيكي. أهلا مسو حداد. أنت معي؟ أنا هلا عم بحكي مع حضرتك. نعم. في عندي مشكلة تسلمي لي بالمي، يمكن عمره أكثر من 15 سنة. نعم. المي ما بتجي لعنا، نحن بوجه دغري، بوجه أوتيل البحتين، في أنا وجيراني 2-3، المي يعني ما بتجي لعنا بشكل، أنا عندي أنا بالمرة ما بتجي. نعم. وأنا حاليا ساكن بكندا. نعم. هلا بيجي لهون بقعد 4-5 شهور وبرجع بروح. هلا المشكلة الكبير انه انا هذا البيت باجره، عندي بيت ثاني غيره، انه بدي اقبض انا من استاجر مصاري. نعم. وما امن له المي. ما بعرف كيف انه بده يكون هالتعامل هيدا، يعني في حقوق للناس علي، وانا لي حقوق على الدولة، على مؤسسة المياه. نعم. اخر شيء من بعد التي ولديها قال قدم طلب تغيير مأخذ
رقمه 1247، صار عمره أكثر من سنة ولحد هلا ما في مي. قديش رقمه؟ ما بعرف إذا كان 1247 رقمه؟ نعم. وين قدمته؟ ببيروت ببدارو؟ قدمته بجديدة. آه بجديدة، أوكي. وتحول لبدارو. عندك تاريخه؟ عندك تاريخه؟ تاريخ لا مش عندي مدام، لأن أنا بعدني واصل جديد، بدي أرجع أطلع على الملف. شف لي تاريخ البيت الثاني هلا. شف لي تاريخ. أوكي. شف لي تاريخ الطلب. أوكي لغيته، شو عدوا قالوا لك؟ قال بس نزلنا رجعنا بجديدة أكثر من مرة، قال بدك تروح تراجع بالبدارو، رجعنا بالبدارو أكثر من 5 مرات 6 مرات، ما في حدا بحولوني، مين المسؤول؟ ما في مسؤول. اوكي. انه صدقيني انه بالنهايه انه اذا كان مضبوط نحن عم بيقولوا لهالمغتربين ارجعوا وتعوا اهتموا ببيوتكم وبارزاقكم وباملاككم، كيف بدنا نرجع اذا الحاله هيك؟ كنا متاملين انه نشوف نحن شيء اكثر من هيك بكثير بالنسبه للعهد الجديد وبايماننا بفخامه الرئيس ميشيل عون يعني بشكل خاص. لكن ما بعرف اذا هالشيء هذا رح يضل مستمر. إذا رح نجي نحن، أنا أفكر صراحة أن نبيع كل شيء وفل، لحد هلا أنا بتمسك أني أبقى بلبنان وأرضي بلبنان وبيتي وعندي أراضي كثير الحمد لله. لكن أنه يا هالسرعة مي بتتوزع بتوصل لواحد مسؤول عن المي، مع احترامي لإله أو مين ما كان في وراه، بيتحكم برقبتي لأني أنا يا هالسرعة مش عم بدفع بخشيش، مثل ما بقولوا اكراميات او شو ما خلينا نسميها اكراميه افضل ما نسميها غير شيء. والله يا استاذ انطوان ما بقدر زيد على اللي انت عم بتقوله. انا هلا اخذت رقم الطلب رح تابعه، بس ريت بعرف تاريخه. اذا عندك تاريخ الطلب بتمنى عليك تعطينا اياه، حتى هيك تكون عم نعطيهم رقم الطلب وتاريخه تقدر اعطيك جواب اكثر. اوكي اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال اتصال. الو. الو. ايه تفضلي. الو مدام ربيكا. نعم. بونجور. بونجور. معك مدام نصر الله من البقاع. اهلا وسهلا فيكي. مدام انا الي زمان بتصل مش على لليوم لحديت فيكي. اهلا فيكي. انا مرة كبيرة. نعم. قاعدة ببيت لحالي وعندي محلين بأربعة. يعني متقدمين محلين بأربعة. نعم. صار له من سنة 82. بيعطوني 412,000 وأنا عندي أدوية كل سنة 250,000 كل شهر دواء وعيش من قلت الأدوية. يعني أنت عم تحكي ولا يزدوني ولا بمشي قانون هذا أجار، بدي أعرف كيفه وموت وبعيش 100 موتة لحتى يدفعوا لي الأجار، ولا بيفلوا ولا بيزدوني. هيدي المشكلة مدام، القانون ماشي ولكن كان يعني للناس اللي يعني اذا كان عليلي صوتك لتفهمك. القانون ماشي، القانون ماشي، ما مش انه واقف القانون، القانون ماشي. في عنا قانون ايجاراته ماشي خصوصا للمحلات، يعني السكن في اشكاليه بس المحلات يعني ارتفعت. نعم ارتفع الاجار، وهذا الشيء بيرجع لبينك وبين المستاجرين. يمكن ما عادت معنا على الخط لأنه الأجار السكن غير أجار المحلات التجارية والصناعية وغيره. هلأ طبعا ارتفعت، وهلأ نية مع ارتفاع كمان أسعار المحروقات، هيدا موضوع كمان رح نعالجه إن شاء الله أسبوع المقبل، مع أمنياتي أكيد بنهاية أسبوع مريحة للجميع.